استاذه اشجان، انت قلتي ماما معوداني مثلا كوباية كوبايه القرفة القرفه ولا كوبايه اليانسون ولا وانت نايمة كوبايه على السرير الحلبه، كده وخليكي ونامي يا حبيبتي حبيبتي ومالكيش دعوة بحاجة. والف سلامه عليكي. هل ده صح بقى؟ استاذه ريم، تغذيه القرفه والحلبه والجنزبيل مش عارف بايه والنعناع وخلطة ولازم يتشربوا دول بقى ايه، شوب كبير قد كده وكل سخن يوم مولع كل مرتين ثلاثه في اليوم؟ في ناس انا اعرفهم بيشربوا كده مرتين ثلاثه في اليوم، ده تغذويا امر صحيح؟ يوجد بعض المشروبات طبعا اللي هي بتخفف من آلام وحدة الدورة الشهرية، لكن عندنا بالنسبة للقرفة، القرفة بتزيد من انقباض الرحم، يعني هذا الشيء بيعمل زيادة بالآلام. أنا أتوقع الأشخاص اللي عندهم زيادة يعني دي من المعلومات الخطأ اللي تربينا عليها موضوع لذلك القرفة بتدور الدم بسرعة فبتنجز في الزيادة، هي بتزيد من انقباضات هتعمل الرحم. تقلصات اللي عندها زيادة بالآلام المفروض إنه هي ما تأخذ قرفة، تأخذ الميرمية. الميرمية تشتغل كمسكن طبيعي، يعني أثبتت الدراسات علميا إنه هي مسكن طبيعي لآلام الدورة الشهرية. أما القرفة، القرفة حتى الحامل ممنوع تتناولها بتحمل طاقة أصلا لأنه بتزيد من انقباضات الرحم بشكل كبير. نحن بدنا شيء يرخي، ما بدنا شيء يزيد الانقباضات. عندنا النعنع جيد جدا كمسكن، بيزيد من الاسترخاء، لكن هم حكي كده كيوتا بسكوتة خالص كالميرمية. الميرمية رائعة جدا، هي مسكن طبيعي، لكن بشرط إنه نحن ناخذها بطريقة صحيحة، يعني إنه نحن ننقع بالماء الساخن ونغطيها، ما بيصير تنغلى لأنه بتفقد الزيوت تبعها. بنغطيها لخمس أو سبع دقائق بتصير جاهزة للشرب. هلا بالنسبة كم مرة في اليوم ممكن تاخذها؟ ثلاث أو أربع مرات باليوم. كل ما تحس انها تعبانه مثلا او المغص يعني تعبها زياده تروح ما تعتبره بدل المسكن؟ تماما مسكن. أيوة. هلا نحن ليش عم نحكي عن التغذيه؟ نحن بدنا نقلل قدر الامكان من المسكنات ومن تعاطي العقاقير الطبيه، لانه مثل ما حكيت الدكتوره دينا هي لها عقابيل سيئه على الكلى، على القلب، على الكبد، هي مجموعه سموم عم تتراكم بالجسم، فهذا الشيء نحن بدنا نخفف من تناوله عن طريق التغذيه الصحيحه. هلا نحن حكينا عن التغذيه، عن الكالسيوم وعن المكسرات النيه، ما كملنا. في عندنا نحن ثلاث اجزاء لسه من التغذية بدنا نحكي عنها، اللي هي أولا زيادة كمية السوائل باليوم. يعني نحن دائما النساء بنتوجه لهم أنه هنا يتناولوا لتر ونص خلال اليوم من الماء. بهي الفترة لازم يزيدوا من تناول السوائل لحتى يساعدوا الجسم مثل ما حكيت الدكتور عبير أنه يتخلص من السوائل اللي محتبسة فيه. يعني 2 لتر ماء خلال اليوم لازم يتناولوا لحتى نضمن حصولنا على السوائل بالطريقة الصحيحة. الشغلة الثانية أنه السيدات بهي الفترة لازم يركزوا على تناول مثل ما حكينا فيتامين بي 6 والحديد، معدن الحديد، لأنه بهي الفترة نحن بنشعر بالتعب والإرهاق، فنحن بحاجة لدفعة، يعني إنه نحن شيء يزود الطاقة عنا ويرفع من مستويات النشاط بالجسم. فالفيتامين بي 6 والحديد لازم نتناولهم بشكل يومي. هلا ممكن حدا يسألنا سؤال إنه هل خلال فترة الدورة فقط ولا بس طول طول فترة السنة الشهر؟ لا، نحن دائما بننصح بالتشييك على المستويات الحديد والفيرتين أو مخزون الحديد بالجسم عند المرأة. إذا كان عندها استعداد لفقر الدم المفروض تتناول هي المكملات طول فترة الشهر. إذا كان مستويات الحديد عندها نظامية، ما عندها فقر دم، تأخذهم فقط خلال هاي الفترة. ممتاز. الشغلة الأخيرة اللي بدنا نحكي عنها هي الأطعمة اللي محتواها الجلاسيمي منخفض. دائما نحن بننصح بتناول الاطعمه. بمعنى ايه؟ هلا محتوى الجلاسيمي منخفض، المؤشر الجلاسيمي المنخفض هو نحن دائما وقت بناخذ نشويات، في انواع من النشويات بترفع السكر بدرجه عاليه جدا وسريعه بالدم، وفي اطعمه بترفع السكر بنسب هادئه، يعني بالراحة. بشكل ايوه منخفض، وبتحافظ على مستويات الدم معتدله، عفوا السكر بالدم معتدله. نحن دائما بننصح بتناول النشويات المعقده بهي الفتره لحتى نحافظ على مستوى الانسولين مستقر بالدم، لحتى ما يصير في عندنا تقلبات بالمزاج. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بطاطا حلوه، شوفان، خبز حبه القمح الكامله، بطاطس، عفوا معكرونه سمراء، كل شيء اسمر. هي الاطعمه بتساعد على الحفاظ على المزاج. طيب الاطعمه دي بتحافظ على المزاج يبقى رايق ويبقى جميل. في أطعمة ممكن تقلبه، هكلم معاكي عن الأطعمة دي ولكن